السلام عليكم. هنتكلم النهاردة عن الشريط الخامس، عن قانون تاني نيوتن. القانون التاني نيوتن بيقول لنا ايه؟ بيقول لنا الملخص بتاعه ان السيجما الفورس او محصلة القوة بيساوي الماس او الكتلة في الاكسلريشن او في معدل التسارع، يعني ان عجلة الجسم بتتناسب طردي مع محصلة القوة المؤثرة عليه. طيب ده معناه ايه؟ معناه ان انا بشوف الجسم بيتحرك او القوة المؤثرة عليه، محصلة القوة المؤثرة على كل انواع القوة. القوة دي ممكن تبقى في اكتر من صورة، ممكن تبقى قوة رد فعل، ممكن تبقى قوة وزن، ممكن تبقى قوة احتكاك، ممكن تبقى قوة مختزنة في سبرينج زي ما هنتعرض لها في خلال المسائل، ممكن تبقى قوة شد في احبال والكلام من ده. تمام، بجمع انا محصلة القوة اللي بتأثر على الجسم دي كلها، فهلاقيها ان هي في الاخر بتساوي قيمة كتلة الجسم في قيمة العجلة او الاكسلريشن بتاع الجسم ده. طيب الفكرة عندي دلوقتي ان انا زي ما اتفقت ان انا بجيب القوة اللي بتأثر على الجسم كل قوة لوحدها، وبعد كده بحللها على حسب والله انا جايب القوة دي بالنسبة لإيه. يعني انا بحللها بالنسبة لانهي محاور. يعني انا ممكن اشتغل على الثلاث انواع من المحاور اللي عندي، اللي هي الاكس والواي اللي هي الكارتيزيان، ممكن اشتغل على الار والسيتا اللي هي البولر، وممكن اشتغل على النورمال والتانجنت اللي هي الان والتي. طيب في كل واحدة بحلل القوة دي في الاتجاه ده والاتجاه ده، يعني محصلة السيجما فورس في اتجاه اكس بيساوي الام في الاي اكس، وسيجما فورس في اتجاه واي بيساوي الام في الاي بتاعة واي في العجلة في اتجاه واي. نفس الكلام سيجما فورس في اتجاه ار بيساوي الام في الاي بتاعة الار، ونفس الكلام بالنسبة للسيتا، سيجما فورس بيساوي الام في الاي سيتا، وهكذا برضه بالنورمال والتانجنت نفس المعنى. بشيل انا دلوقتي الاي اكس لو كان عندي كوما ليها والاي واي واعوض بيهم، نفس الكلام بالنسبه للاي ار والاي سيتا، ممكن اعوض بكومه الاي ار والاي سيتا اللي هي كانت بتساوي، لو تفتكروا ان الاي ار نفسها كانت بتساوي الار دبل دوت ناقص الار في السيتا دوت سكوير، والسيتا او الاي سيتا بيساوي الار في السيتا دبل دوت زائد 2 ار دوت سيتا دوت. تمام، ببدا انا اتعامل مع المساله بتاعتي بالمبدا ده. طيب ناخد تطبيق عليها، نبص على تاني مسألة في الشيت. بيقول لنا ايه؟ بيقول لنا determine the maximum theoretical speed that may be achieved over a distance of 60 متر. يعني عايزك تحسب السرعة النهائية لجسم في خلال مسافة دلتا اكس اللي هي كانت بتساوي اكس ناقص اكس نود قدرها 60 متر. هو عايزك تحسب السرعة دي. ايه الجسم اللي بيتحرك ده؟ الجسم اللي بيتحرك ده كان عربية. العربية دي كانت بتتحرك من الثبات، يعني الفينود بتاعتها كانت بصفر. تمام، بيقولك known that the coefficient of static friction، قيمة معامل الاحتكاك الثابت الميو بيساوي 8/10 between the tires and the pavement، اللي ما بين الاحتكاك ده كان ما بين الإطارات وما بين الرصيف أو الطريق. and that، وبيقولك في برضه ان 60% من وزن العربية موزع في الجزء الامامي او على العجلات الامامية، و40% موزع على العجلات الخلفية. فهنعتبر ان الجزء الامامي ده اسمه ان واحد، الوزن في الجزء الامامي بيساوي 6/10، والوزن على الجزء الخلفي ان 2، هنسميها هنعتبر ان هي قيمة الوزن ده او رد الفعل الناتج عن الوزن ده اللي هو ان 2 بيساوي 8/10 من الوزن الكلي، اي عفوا 4/10 من الوزن الكلي للعربية. عايزك بقى تطلع السرعة دي في ثلاث حالات. رقم واحد لو كانت العربية فور ويل درايف، يعني ايه؟ يعني الاربع عجلات بيلفوا، يعني الاربع عجلات عليهم قوة. تاني حالة لما كانت لو كانت العربية فرونت ويل درايف، يعني كانت عربية دفع امامي، يعني العجلتين بس الاماميتين هما اللي عليهم القوة، القوة ناتجة عن العجلتين الاماميتين، لكن العجلتين اللي في الخلف بيدوروا بس بنتيجة دوران العربية مش اكتر. طيب تالت حالة عايزة ان العربية تكون دفع خلفي اللي هي ريل ويل درايف، ده معناه ان برضو عكس المطلوب رقم اتنين. يعني عايزك تطلع السرعة لما كانت العجل الخلفي هو اللي عليه القوة وهو مصدر الحركة بتاع الايه؟ بتاع العربية. طب ناخد ايه؟ ناخد حالة حالة كده. اول حاجة بالنسبة للحالة رقم ايه؟ لو بصينا كده على العربية بالمنظر ده، فهتلاقي بما ان العربية كانت اول ويل درايف او فور ويل درايف، ده معناها ان هيكون على العجل الاولاني في قوة، القوة دي هتزق العربية تتحرك لقدام، فنتيجة القوة دي هيكون في رد الفعل
بتاع الوزن اللي موجود في الجزء التاني او في الجزء الخلفي هنا، ورد الفعل بتاع الوزن اللي في الجزء الامامي هيكون هنا، والاتنين هيخشوا معايا في الحسبان. تمام. طب نتيجة رد الفعل ده ونتيجة ان في احتكاك ونتيجة ان في قوة اصلا هتنتج عن الاحتكاك، فبالتالي القوة اللي هتنتج عن الاحتكاك هتبقى على الجزء الاولاني في الجزء الخلفي عفوا من العربية، ده الفرونت وده الرير. الجزء الخلفي من العربية هيكون عليه قوة قدرها معامل الاحتكاك في قيمة رد الفعل عند المنطقة دي او عند العجلة دي. طيب الجزء ده الجزء الامامي هيكون برضو عليها قيمة قوة مقدارها معامل الاحتكاك في رد الفعل عند الجزء الاولاني او على عند المنطقة الاولانية دي. طيب فبالتالي انا عايز اطبق من هنا قانون نيوتن، فاقول له والله ان قانون نيوتن كان بيقول لنا ايه، السيجما الفورس بيساوي الام في الاريا. طب هي سيجما الفورس نفسها بيساوي ايه؟ مش بتساوي القوة الاولانية دي زائد القوة التانية دي، يعني بيساوي الميو في الان 2 زائد الميو في الان 1، يعني بيساوي الميو في الان 1 زائد ان 2. هو ان 1 زائد ان 2 دول كانوا بيمثلوا ايه؟ كان بيمثلوا 60% من وزن العربية و40% من وزن العربية، يعني الاتنين دول على بعض بيمثلوا لي وزن العربية، يعني بيمثلوا لي الام في جي اللي هي قيمة الكتلة في عجلة الجاذبية. يعني عندي سيجما الفورس بيساوي الميو اللي هو معامل احتكاك في الام في الجي. طيب سيجما الفورس ده كان بيساوي ايه؟ مش كان بيساوي الام في الاريا، يعني بيساوي القوة الكتلة في العجلة اللي بتتحرك بيها العربية، فالام هتطير مع الام. وعندي الميو ده كان معامل الاحتكاك كان بيساوي 8/10 في قيمة عجلة الجاذبية اللي هي 9.8، كل ده بيساوي الاكسلريشن اللي العربية بتتحرك بيها. من هنا اقدر احسب الاكسلريشن بتاعة العربية والاكسلريشن بتاعة الحركة اللي عندي، هتطلع معانا ب7.8 متر لكل ثانية تربيع. كده انا جبت الاكسلريشن بتاعة العربية، وعندي الفي نوت بتاعتها كانت بصفر، وعندي المسافة بتاعتها الدلتا اكس كانت ب60 متر. فبالتالي اقدر اطبق من خلال قوانين الحركة بعجلة ثابتة، اقول له والله ان الفي تربيع بيساوي الفي نوت تربيع زائد 2a في الاكس ناقص اكس نود اللي هي الدلتا اكس. الفي نوت تربيع بصفر، الاي احنا مطلعينها ب7.8، الدلتا اكس عندنا ب60. هقدر اطلع من هنا قيمه الفي تربيع، اخد الجذر التربيعي ليها، فهطلع قيمه الفي او العجله بتاعه الجسم هتطلع معانا ب30.6 متر لكل ثانيه. طيب نخش على الجزء الثاني. المطلوب التاني ان هو عايزها لو كانت العربيه دافع امامي بس. يعني ليه لو كانت العربيه دافع امامي بس؟ يعني العجلات اللي قدام هي اللي بتتحرك. طب العجلات اللي قدام دي طبعا دي هتدور بدوران دي، فمش مش مش هنعتبر ان هي عليها قوه، لا هي بس هتدور نتيجه الايه، نتيجه حركه العربيه مش اكتر. طيب بالتالي العربيه هتتحرك في الاتجاه ده، فبالتالي قوه رد الفعل اللي ناتج على نتيجه الاحتكاك هيكون في الاتجاه ده، قيمته بيساوي ايه؟ كانت بتساوي ميو في الان واحد. فبالتالي سيجما الفورس اللي على الجسم هنا في الحاله دي هيساوي الميو في الان واحد. طيب هي الميو كانت الان واحد دي كانت بتمثل ايه؟ الان واحد ده او رد الفعل الاولاني ده كان بيمثل بالنسبه للجزء الامامي كان بيمثل 6/10 او 60% من وزن العربيه، يعني بيساوي 6/10 من الوزن بتاع العربيه الكلي اللي هو الام في الجي. طيب ده بالنسبه لي كان بيمثل لي السيجما الفورس. طب هي السيجما الفورس كانت بتساوي ايه؟ مش كانت بتساوي الام في الاريا في عفوا في الاكسلريشن. يبقى الام هتطير مع الام، اطلع من هنا برضو قيمه الاكسلريشن، يبقى الاكسلريشن هتساوي قيمه الميو اللي هي 8/10 في 6/10 اللي هي كانت قيمه الوزن نسبه الوزن في الجي اللي هي 9.8، يعني هتساوي 0.4899 متر لكل ثانية تربيع. كده أنا طلعت قيمة عفوا هتساوي 48% من الجي، يعني هتساوي 4.7 متر لكل ثانية تربيع. طيب
جبت الاكسليشن برضو بنفس الطريقة، هعوض في القانون الثالث من قوانين الحركة بعجلة منتظمة بعجلة ثابتة، فاقول دلوقتي ان الفي تربيع بيساوي الفي نوت تربيع زائد 2a في الدلتا اكس. عندي الفي نوت تربيع بصفر، اللي احنا لسه مطلعينها ب 4.7، الدلتا اكس ب60، نطلع من هنا قيمة الفي تربيع، هتطلع معانا الفي تربيع ب23.7 متر لكل ثانية. طيب بالنسبة للمطلوب التالت نفس الكلام بالظبط، هنقول دلوقتي والله انا عندي في الحالة التالتة بقى، انا كانت عند العربية كانت دفع خلفي عن القوة اللي موجودة متولدة على نتيجة الاحتكاك في العجلات الخلفية بس، تمام؟ فالجسم بيتحرك في الاتجاه ده، فقوة الاحتكاك هتكون في العكس، وقيمتها هتساوي الميو في الان 2، تمام؟ يبقى محصلة القوة سيجما فورس بيساوي الميو في الان 2. الميو كانت بكام؟ كانت ب 8. الان 2 ده كان عبارة عن 4 من وزن العربية، كل ده كان بيساوي الكتلة في العجلة، طير الكتلة مع الكتلة. فبالتالي نطلع نحسب من هنا قيمة العجلة، العجلة هتطلع معانا في الحالة التالتة بنفس الطريقة اللي ايه بتساوي 3.19 متر كل ثانية تربيع. طيب برضو عوض في القانون التالت من قانون الحركة بعجلة ثابتة، ان الفي تربيع بيساوي الفي نوت تربيع زائد 2 اكس، يبقى الفي نوت تربيع كانت بصفر، الاتنين في الاي اللي هي 3.19، الاكس اللي هي ب60. من هنا نطلع قيمة الفي تربيع وناخد الجهاز التربيع ليها، نحسب قيمة السرعة اللي العربية بتتحرك بيها، هتطلع معانا ب19.4 متر لكل ثانية. طيب دي كانت فكرة. ناخد المسألة التالتة، مسألة رقم 3 بيقول لنا فيها ايه؟ بيقول لنا لو في عندنا عربية بريكنج ديستانس، لو كانت المسافة اللي العربية بتحتاجها عشان تضرب فرامل من سرعة 90 كيلومتر لكل ساعة قدرها كام؟ كان قدرها 45 متر. يعني قالك ان المسافة عشان العربية تتحرك من في ب45 كيلومتر لكل ساعة لفي نوت لفي نهائية قدرها صفر، محتاجة مسافة قدرها دلتا اكس ب45 متر. طيب الكلام ده امتى؟ لما كانت بتتحرك على رصيف افقي او على طريق افقي، تمام؟ الكلام ده لما كان فيه مفيش اي ميل او كان فيه اي حاجة في الطريق. طيب بعدين عايزك تحسب المسافة اللي احنا هنحتاجها عشان نفرمل من نفس السرعة اللي هي 90 كيلومتر كل ساعة في 3 حالات. رقم 1 لو كان في الحالة رقم ايه، لو كان العربية دي بتطلع على منحدر مايل بزاوية قدرها 5 درجات. رقم بي لو كانت بتنزل على منحدر مايل بنسبة 3%، تمام؟ وبيقول لك في هنا حتة في المسألة بيقول لك assume the breaking force is independent of grade، يعني من الآخر بيقول لك إن قيمة القوة اللي موجودة في الحالة الأولانية هي نفس قيمة القوة اللي موجودة في الحالة التانية، يعني قيمة القوة ثابتة، تمام؟ طيب الأول هنطلع قيمة القوة اللي موجودة دي اللي هتبقى ثابتة معايا في الحالة الأولانية وثابتة في الحالة التانية. الحالة الأولانية اللي هي عندي إيه؟ اللي هي كانت قيمة الحركة في مسار أفقي، تمام؟ فأقول والله دلوقتي أنا ماشي على مسار أفقي، تمام؟ فالجسم بيتحرك بالاتجاه ده. طيب القوة بتاعة رد الفعل اللي موجودة على الجسم هي في الاتجاه ده، هنسميها الإف بتاعة الأوتومبيل أو الإف بتاعة الكار. طيب هي مش كانت محصلة القوة بتاعة الجسم بيساوي الام في الايه؟ الجسم عندي كان بيتحرك المفروض في الاتجاه ده، ده اتجاه الحركة بتاعه، فانا ضربت فرامل، فالفرامل هتزق الجسم في الاتجاه ده في قيمة القوة اللي اسمها اف سي. طيب يبقى انا عندي محصلة الحركة، محصلة القوة الموجودة على الجسم ده اتجاه الحركة، لكن ده قيمة القوة اللي موجودة عندي هي قيمة الفرملة بس. انا دلوقتي الجسم كان واخد سرعة معينة وكان واخد انرشيا معينة، هو دلوقتي اللي بيوقف الانرشيا دي قيمة الفرامل، فانا دلوقتي فرضت اتجاه الحركة ده كده، فبالتالي قيمة القوة عكس اتجاه الحركة، يعني قوة بالسالب، يعني قيمة الاف بي هنا او الاف سي هنا بتساوي الام في الايه اللي هي محصلة القوة اللي موجودة على الجسم، هي قيمتها كام؟ سالب اف سي بيساوي الام في الايه من خلال القانون الثاني نيوتن، اللي هي بيساوي الكتلة في العجلة. ده معناه ان انا عندي كتلة العربية
موجودة. لا هو مش عطاني كتلة العربية، بس أنا ممكن بما إن مقدار القوة ده ثابت، فمقدار الكتلة ثابت، فأنا أقدر أطلع قيمة القوة بدلالة الكتلة. طيب أنا دلوقتي محتاج إن أنا أحسب إيه؟ محتاج إن أنا أحسب الأكسلريشن بتاعة العربية. هو أنا قلت دلوقتي إن الجسم ده كان بيتحرك بفي قدرها كام؟ كان بيتحرك بسرعة قدرها 45 كيلومتر لكل ساعة. دي الأول هنحولها المتر على الثانية عشان يبقى الوحدات كلها بالمتر، والأكسليشن معانا تطلع بالمتر لكل ثانية تربيع. فهنحول 45 كيلومتر لكل ساعة لمتر على الثانية، فهتطلع الفي ب25 متر لكل ثانية. طيب دي كانت الفي الابتدائية اللي هي الفي نود. طيب أنا عندي الفي النهائية كانت بكام؟ كانت بصفر، برضو من خلال القانون الثالث من قانون الحركة بعجلة ثابتة، إن الفي نود الفي تربيع بيساوي الفي نود تربيع زائد 2 إيه في الإكس. فالفي تربيع كانت بتساوي صفر، الفي نود تربيع كانت بتساوي مطلعينها دلوقتي ب25 متر على الثانية تربيع بيساوي 2 ايه في الاكس، اكس المسافة اللي هي كانت ايه، او دلتا اكس المسافة اللي كانت محتاجاها العربية عشان تقف في الحالة دي اللي هي كانت ب45. من هنا نطلع قيمة الايه او الاكسلريشن اللي عندنا، طبيعي انها تطلع قيمة سالبة لان هي ديسلريشن مش اكسلريشن، فهتطلع معانا قيمة الايه بسالب 6.95 متر لكل ثانية تربيع. من هنا أقدر أطلع قيمة الإف سي، فهتطلع معانا الإف سي هتطلع معانا بكام؟ بإم في الإيه أو سالب إم في الإيه، يعني هتطلع معانا 6.95 متر لكل ثانية تربيع. طيب دي هي قوة الإيه؟ دي قوة الفرامل بتاعة الجسم. فدايما قوة الفرامل دي عكس اتجاه الحركة، لأن الفرامل بتوقف الجسم، فمعناها ان هي بتخليه يتحرك في الاتجاه المعاكس لاتجاه الحركه الموجود ايه الموجود فيه. اخد القيمه دي اللي انا اتفقت ان هو الف المساله دي قيمه القوه دي ثابته، واعوض بيها او هعوض بيها في الحاله التانية. الحاله التانية كان بيقول لنا ايه؟ كان بيقول لنا لما يكون عندك ان الجسم ده او العربيه دي بتطلع بمنحنى مايل بزاويه 5 درجات، ده معناه ان ادي المنحدر اللي الجسم اللي العربية بتطلع عليه، هي العربية ماشية في اتجاه الحركة ده كده، يبقى في التالي بالتالي قيمة القوة اللي عندنا ده اتجاه الحركة، بالتالي قيمة القوة بتاعة الفرملة عكس اتجاه الحركة. فقيمة المنحدر ده كان كام؟ كان ميل الزاوية دي كان وقيمة الزاوية دي كانت 5 درجات. طيب هنا دي العربية بتاعتنا، العربية دي ايه القوة المؤثرة عليها في الحالة دي؟ هلاقي ان انا دلوقتي في وزن العربية، وزن العربية دايما من السنتر اوف جرافيتي بتاعها وفي اتجاه محور واي السالب، ده الوزن بتاع العربية اللي كان اسمه ام جي. طيب انا عايز احسب محصلة القوة، هحسب محصلة القوة في اتجاه ايه؟ في اتجاه الحركة. طب اتجاه الحركة دلوقتي هو اتجاه مايل بزاوية قدرها 5 درجات، يبقى المفروض ان انا احلل القوة دي في الاتجاه ده، احلل القوة دي في الاتجاه ده وفي الاتجاه ده. طيب عشان احلل القوة دي محتاج اطلع قيمة الزوايا، فهلاقي ان الزاوية دي 5، فبالتالي الزاوية دي هتكون هي كمان 5. طيب انا عايز احلل القوة، فاقول له والله ان القوة دي عبارة عن ام جي اللي في الاتجاه ده، ام جي في كوزاين 5، والقوة دي قيمتها ام جي في ساين 5. طيب دي كده القوة اللي ناتجة عن وزن العربية، القوة بتاعة الوزن بتشد العربية لورا، بالإضافة لكانت قوة الفرملة اللي كانت موجودة عندي من الأساس اللي هي كده كده اللي موجودة في العربية نفسها، اللي كان قيمتها اف سي اللي احنا كنا مطلعينها من المطلوب أو من الجزء الأولاني من المسألة. فنعوض هنا بقى أو نطبق هنا قانون نيوتن، هنقول له دلوقتي إن السيجما الفورس بيساوي الام في الايه. طيب هنا سيجما الفورس في الحاله دي انا عندي اتجاه الحركه ده هو دايما دايما المفروض هو الاتجاه الموجب، فبالتالي اتجاه الحركه هو الموجب، فبالتالي القوه اللي في اتجاه الحركه موجبه والقوه اللي عكس اتجاه الحركه سالبه. فهلاقي هنا ان سيجما الفورس اللي عندي هي عباره عن سالب اف سي سالب ام جي في ساين 5، كل ده بيساوي ام في الايه، دي هي الاكسلريشن اللي الجسم او العربيه بتتحرك بيها. طيب شيل الاف سي وحط قيمتها اللي احنا كنا مطلعينها في المطلوب اللي فات، اللي هي كانت قيمتها ب6.95 ام ناقص الام جي في الساين 5 بيساوي ام في الايه، طير الامات كلها مع بعضها
فبالتالي اقدر احسب الاكسلريشن اللي العربيه او اللي هنا برضو اللي هتكون ديسلريشن اللي العربيه بتتحرك بيها هتطلع معانا بسالب 7.8 متر لكل ثانيه تربيع. طيب انا محتاج احسب المسافه بقى اللي هتتحرك بيها، هقول والله احسب المسافه، انا كان عندي السرعه الابتدائيه بتاعتها كانت معروفه ب 25 او اللي هي 45 كيلومتر كل ساعه اللي هي 25 متر كل ثانيه، والسرعه النهائيه بتاعتها احنا عارفينها اللي هي بصفر، والاكسلريشن بتاعتنا احنا مطلعينها بسالب 7.8. فهطبق اعوض في القانون الثالث من قوانين الحركه بعجله ثابته اللي هو الفي تربيع بيساوي الفي نوت تربيع زائد 2 اكس. الفي تربيع كانت بتساوي صفر، تمام، الفي نوت تربيع كانت بتساوي 25 زائد 2 اي، قيمه الاي كانت بسالب 7.8، الاكس دي اللي احنا عايزين نجيبها او الدلتا اكس. من هنا نطلع قيمه الدلتا اكس او المسافه اللي لازمه للتوقف، هتطلع معانا الدلتا اكس هنا ب 40 متر. طيب نبص كده، هو كانت لما كانت ماشيه في مستوى افقي كانت الدلتا اكس اللي اخدتها كانت كام؟ كانت 45 متر. هي دلوقتي هي بتعمل ايه؟ هي طالعه منحدر، فطبيعي ان هي طالعه منحدر، فكده كده قوه الوزن بتاعه العربيه هتشدها للخلف، فبالتالي هقلل المسافه اللي العربيه محتاجاها علشان تقف، لان في قوه تانية بتساعدها على الفرمله هي قوه وزن العربيه في اتجاه النزول، فطبيعي ان هي تطلع اقل من الايه؟ من ال 45. طيب المطلوب التاني نفس الكلام، لو كان بس كان هو ايه عامل الموضوع هنا العكس، لو كان بيقول لك ان انا عايزك تحسب لي الزمن اللي انا محتاج اقف فيه لو كانت العربية بتنزل من على منحدر، المنحدر ده مايل بنسبة 3%. يعني ايه مايل بنسبة 3%؟ يعني نسبة الميل بتاعه او الاسلوب بتاعه كان 3%. يعني ايه الاسلوب اساسا؟ الاسلوب ده اللي هو قيمه الميل، واحنا عارفين دايما ان قيمه الميل بيساوي تان الزاويه او زاويه المنحدر، يعني تان سيتا بيساوي 3% او 3/100. من هنا نقدر نطلع قيمه السيتا او زاويه ميل المنحدر اللي هتطلع معانا هنا بيساوي 1.72 درجه. ده معناه ان انا في الحاله دي انا بقى انا مش طالع منحدر، لا ده انا نازل من على منحدر، يعني ده اتجاه الحركه الاساسي بتاعي وده العجلة العربية اللي بتتحرك، فبالتالي ده اتجاه الحركة. يبقى إذن اتجاه الاكسلريشن هتكون فين؟ هتكون في أو عفوا اتجاه الفرامل أو قوة الفرامل هتكون دايما عكس اتجاه الحركة، يعني هتكون كده. دي قيمة الإف بتاعة الكار أو الإف بتاعة الإيه؟ البريك بتاعة الإيه؟ بتاعة الكار. طيب دي كده الزاوية الستة، احنا اتفقنا إن الستة دي بواحد واتنين وسبعين من مية درجة. طب هنبص هنا هنلاقي ان في هنا برضو وزن العربية اللي قدره ام جي. طيب الوزن ده هنحلله في الاتجاه ده وفي الاتجاه ده، في الاتجاه الموازي والاتجاه العمودي. طيب في الاتجاه ده بيساوي ايه؟ هنا هيساوي ام جي في ساين سيتا اللي هي ساين 1.72، وهنا هيساوي ام جي في كوزين سيتا اللي هي كوزين 1.72. طيب انا ده كان اتجاه الحركة بتاعي، اجيب محصلة القوة اللي بتأثر على العربية في اتجاه الحركة، فلان محصلة القوة اللي بتأثر على العربية في اتجاه الحركة السيجما فورس في اتجاه الحركة هنسميها في اتجاه اكس بيساوي ام في الاي. طيب سيجما فورس هنا نفسها بيساوي كام؟ هبص ده اتجاه الحركة هلاقي ان فيه مع اتجاه الحركة قوة قدرها ام جي في ساين 1.72. طيب وفي قوة عكس اتجاه الحركة قدرها اف سي، اف سي دي احنا كنا قلنا قيمتها كانت بتساوي كام؟ كانت بتساوي 6.59 ام. طيب كل دول محصلات القوة اللي على الجسم بتساوي ايه؟ بيساوي الام في الاي اللي هي الاكسلريشن بتاعت الجسم. هنطير الام مع الام مع الام، نطير من هنا نطلع من هنا قيمة الاكسلريشن او قيمة العجلة اللي بيتحرك بها الجسم وهو نازل مع المنحدر ده، هنطلع الايه هنا هتطلع معانا بسالب 6.65 متر لكل ثانية تربيع. برضو نفس الكلام نعوض في القانون بتاعنا اللي هو الفي تربيع بيساوي الفي نوت تربيع زي 2 ايه في الدلتا اكس. الفي تربيع كانت بصفر، الفي نوت تربيع ب 25، 2 ايه اللي هي سالب 6.65، والدلتا اكس اللي احنا عايزين نطلع قيمتها هنطلع من هنا قيمة الدلتا اكس، هتطلع معانا الدلتا اكس ب 47 متر. برضو نبص هنا نلاقي اثناء النزول بيكون في قوة تانية بتساعد على النزول، فبتقلل من قيمة قوة الفرملة وبتحتاج ان احنا مقدار للفرملة اكتر، فبالتالي هيزود معانا المسافة اللي العربية هتاخدها، لان العربية وهي نازلة
بتنزل بمقدار الانيرشيا اللي كانت متخزنه فيها نتيجه السرعه اللي كانت هي بتحرك بيها، بالاضافه لمقدار الوزن اللي بيشد العربيه لتحت هو كمان، والعربيه برضو اتجاه حركتها في الاساس كان لتحت، فده هيزود معانا المسافه اللي هي محتاجاها عشان تقف. طيب نيجي للمسألة التانية اللي بعد كده، مسألة رقم 6. نبص على المسألة، هو أعطينا هنا مسألة بوليس أو مسألة بكرات. أعطينا الأول هنا في طارة ثابتة هنا كده، وفي كمان بولي ثابتة هنا كده، وماشي عليهم حبل. الحبل ده متعلق هنا في كتلة اسمها ايه، تمام. الحبل ده منتهي هنا لحد ما اتعلق على بولي تانية من المركز بتاعها. البولي دي متعلق عليها هنا كتلتين، واحدة اسمها بي والتانية اسمها سي، تمام. وقال لك ان الكتلة بي دي في مقدار قوة شد خارجية عليها اسمها بي كابيتال، تمام. بيقول لك ان انت عندك طبعا الاتنين دول متثبتين او متعلقين في السقف كده في محور او في جسم ثابت. طيب بيقول لك انت عندك ايه، بيقول لك عندك الكتلة اي دي قدرها او وزنها 10 كيلو جرام، والكتلتين بي وسي كل واحدة فيهم وزنها 5 كيلو جرام. بيقول لك قال لك ان الكتل كلها كانت ثابتة في البداية، يعني الفي نوت بتاعتها كلها بصفر، وقال لك ان الكتلة بي بتتحرك في مسافة قدرها 3 متر في زمن قدره 2 ثانية. قال لك يعني الفي او الفي بي قطعت مسافة قدرها، عفوا، قطعت مسافة قدرها دلتا اكس 3 متر في زمن قدره 2 ثانية، ده بالنسبة لبي. وطبعا كانت كتلة بي اصلا الام بتاعت البي كانت بكام، كانت ب5 كيلو جرام زيها زي كتلة سي. هو عايز ايه؟ عايزك تحسب الماجنتيود بتاع الفورس بي، وعايزك تحسب التنشن ان ذا كورد اي دي، عايزك تحسب مقدار الشد اللي موجود في الكابل اللي وصل من ايه لحد دي، وعايزك تحسب مقدار التنشن او مقدار القوة اللي اسمها بي اللي هي كانت بتشد بي، بتشد الكتلة بي لتحت. بيقول لك neglect the masses of the pulleys and the axle friction، يعني من الاخر اهمل الكتل بتاعة الطارات والاحتكاك ما بين المحاور. طيب نتعامل مع المسألة ازاي؟ هو عايز يطلع هنا، احنا بنتعامل مع مسألة بوليز. مسألة بوليز الأول نطلع العلاقة ما بين الأحبال وبعضها، أو المسافة الأحبال العلاقة ما بين الكتل وبعضها. في مسألة البوليز لو نراجع كده كنا احنا بنتعامل معاها ازاي، الأول بنختار أو بنشوف في كام جسم متحرك عندي، فلاقي إن أنا عندي هنا أول جسم متحرك هو جسم إيه، ده جسم بيتحرك، تاني جسم بيتحرك هو جسم بي، تالت جسم بيتحرك هو جسم سي، ورابع جسم بيتحرك هي الطارة اللي اسمها دي اللي هي الطارة دي. يبقى انا كده عندي 4 اجسام متحركه. بقول لك هاخد لكل جسم فيهم ريفرنس، يعني هاجي هنا هاخد نقطه صفر ريفرنس لكل جسم. للجسم الاولاني هاخد النقطه دي، للجسم الثاني اللي هو بي هاخد النقطه دي، للجسم سي هاخد النقطه دي، للجسم دي هاخد النقطه دي. بعد كده نحسب او نحط ديستانس لكل ريفرنس، لكل كتله متحركه، فاقول ان المسافه دي اسمها اكس اي، تمام. طيب بالنسبة للجسم التاني أو للجزء التاني هناخد دي كلها كده اسمها اكس بي. طيب للجزء التالت هناخد دي اسمها اكس سي. طيب للجسم الرابع هناخد دي اسمها اكس دي، تمام. كده أنا حددت المسافات بتاعت كل جسم متحرك بالنسبة للريفرنس. طيب بعد كده بعمل ايه؟ بطلع طول الاحبال. فهاخد الاول ابص على الكابل الاولاني وليكن اللي هو ده، هلاقي انه طوله عباره عن ايه؟ عباره عن اكس اي زائد اكس دي. فاقول له دلوقتي ان انا عندي الحبل الاولاني كان اسمه اكس اي زائد اكس دي. طبعا احنا مش بناخد، اتفقنا في المسألة البوليس مش بناخد الاطوال اللي حوالين الطارات او الاطوال اللي في الاجزاء الثابته، فهلاقي ان طول الحبل ده بيمثل لي اكس اي زائد اكس دي، وده مقدار ثابت، ده بالنسبه للحبل الاولاني. طيب بالنسبة للحبل التاني هلاقي ان هو عبارة عن ايه؟ فين الحبل التاني؟ من هنا لهنا، الشوية دول اسمهم ايه؟
عبارة عن اكس بي ناقص اكس دي، يعني الجزء ده من الحبل عبارة عن اكس بي ناقص اكس دي. طيب زائد الشوية دول، الشوية دول عبارة عن ايه؟ عبارة عن اكس سي ناقص اكس دي، يعني عبارة عن اكس سي ناقص اكس دي. كل ده بيساوي مقدار ثابت برضو، يعني الاكس بي زائد الاكس سي ناقص اتنين اكس دي بيساوي مقدار ثابت. طيب انا ممكن اضرب المعادلة اللي فوق دي في اتنين، فهتديني اتنين اكس ايه زائد اتنين اكس دي، برضو ده هيديني نفس المقدار الثابت او هيديني قيمة ثابتة. طيب انا دلوقتي هجمع المعادلة دي، وليكن هسمي المعادلة دي واحد، والمعادلة دي هسميها المعادلة اتنين، هجمعهم الاتنين مع بعض، فهلاقي ان الاكس دي هتروح مع الاتنين اكس دي اللي هنا، والاتنين ايه هتنجمع دول، فهتبقى المعادلة بتاعت النهائية اللي ناتجة عن الأحبال عبارة عن ايه؟ عبارة عن اكس بي زائد اكس سي زائد اتنين اكس ايه بيساوي كونستانت. طيب من هنا لما فاضل دي، طبعا انا هنا حد هيقول ان احنا دلوقتي احنا كنا ضاربين المعادله الاولانيه في اتنين، فالموضوع دلوقتي هيختلف، انا ما دام ضربت المعادله كلها واحد هي طول الحبل كله هيتضاعف، فبالتالي مش هيفرق معايا بالنسبه للاكسلريشن وبالنسبه للعجله بتاعه للسرعه والعجله بتاعه الحبل، لان بالتالي هو تفاضل الجزء الثابت ده مهما يطول او مهما يقصر هيكون بصفر. يعني من هنا هقول ان الاكس بي او الفي بي زائد الفي سي زائد اتنين في ايه كل دول بيساوي صفر، وبرضو ان الايه بي زائد الاي سي زائد الاتنين ايه بتاعت الايه بيساوي صفر. طيب كده ده الجزء الخاص بالبكرات انا حللته. طيب بالنسبة بقى للقوة، هو انا عندي كل بكرة من دي بتتحرك، ده معناها ان كل بكرة ليهم هيكون لها معادلة حركة خاص بيها بالنسبة للقانون التلاتي نيوتن. يعني هجيب السيجما الفورس بتاعت كل بكرة، وليكن بتاعت البلوكة اللي اسمها ايه، هتساوي الام في الايه بتاعت الايه. نفس الكلام بالنسبة للبلوكة بي، نفس الكلام بالنسبة للبلوكة سي، نفس الكلام بالنسبة للبولي دي. هجيب معادلة الحركة بتاعت كل واحدة فيهم، فهبدأ الاول بالبلوكة بي. البلوكة بي ابص عليها، نبص على البلوكة بي، هلاقي ان البلوكة بي، البلوكة عليها عبارة عليها ايه؟ عليها لام، عليها مقدار شد لتحت بالقوة اللي اسمها بي، بالاضافة لمقدار وزنها اللي هو ام في الجي بتاعتها، ده في بالنسبة للجزء الاسفل. طب بالنسبة للجزء اللي فوق، هلاقي ان في شد في الحبل لكن في الايه لفوق هسميه تي، وليكن مقدار اسمه تي، مقدار تنشن في الحبل ده. فبالتالي محصلة القوة اللي موجودة على البلوكة بي، ادي البلوكة بي، هلاقي القوة اللي عليها عبارة عن في الاتجاه لتحت ام بتاعت البي في الجي، تمام، زائد مقدار القوة اللي اسمها بي لانها كانت بتشدها لتحت. طب وفوق هلاقي قوة شد اللي ناتجة في الايه في الحبل ده بالنسبة للبلوكة بي. طب ناخد محصلة القوة اللي عليها كده، هيبقى البي طبعا اتجاه الحركة بتاعت بلوكة بي، هنفرضه ان اتجاه الموجب بتاع البلوكة بي هو اللي لتحت. فبالتالي هيبقى البي البي كابيتال بيساوي او زائد ام بتاعت البي في الجي ناقص التنشن بيساوي محصلة القوة اللي عليها اللي هي الام بتاعت البي في الايه بتاعت البي. طيب هو انا عندي هنا البي انا مش عارف قيمتها، الام بتاعت البي انا عارف قيمتها كانت بخمسة كيلو جرام، الجي بتسعة وتمانية من عشرة كده الجزء ده بقى كل معلوم، التي انا مش عارف قيمتها، الام بتاعت البي انا عارف قيمتها اللي هي خمسة كيلو جرام. طب الايه بتاعت البي، هو كان قال لي معلومة كده، قال لك ان الكتلة او الكتلة بي بتقطع مسافة قدرها تلاتة متر في زمن قدره اتنين ثانية، فاقدر من خلال دي اعوض في قانون الحركة اللي هو الدلتا اكس بتاعت البي هتساوي الفي نود في التي زائد نص ايه بي في التي تربيع. عوض عندي الدلتا اكس كانت بكام، قال لك المسافة تلاتة، الفينود بتاعتها كان كلهم بيتحركوا من الصفر يعني الجزء ده كله بصفر، زائد نص الايه بتاعت البي دي اللي انا عايز اطلعها اصلا، التي بكام، قالك الزمن كان اتنين ثانية، من هنا نطلع قيمة الاي بي الاكسليشن بتاع البلوكة بي، هتطلع الاي بي بواحد ونص متر لكل ثانية تربيع. طيب اعوض انا بقى في المعادلة بتاعتي، هلاقي المعادلة بتاعتي عبارة عن ايه،
اطلع منها من المعادله دي، هعوض انا في المعادله دي كده، اشيل البي واحط قيمتها اللي هي 5، اشيل الجي واحط قيمتها اللي هي 9.8، اشيل الام بي واحط قيمتها اللي هي 5، اشيل الاي بي واحط قيمتها اللي انا مطلعها ب1.5. في التالي هلاقي المعادله في مجهولين اللي هو البي كابيتال والتي، فهطلع معادله ما بين البي والتي، هتبقى البي ناقص التي بيساوي سالب 41.5، وهسمي المعادله دي المعادله رقم 3. تمام، ده كده انا عملت تحليل القوة او تحليل الفورسز الموجودة بالنسبة للكتلة بي. نفس الكلام هعمله بالنسبة للكتلة سي. نرجع تاني كده نبص على الكتلة سي، فين الكتلة سي؟ هي دي الكتلة سي. انا كان هنا اتفقت ان انا كان في هنا عندي شد في الحبل، فكون ان هنا في شد في الحبل ده معناه ان هو هيكون في هنا برضه في الناحية التانية نفس مقدار الشد، فهلاقي ان الكتلة سي ده اللي بيأثر عليها من فوق بتتشد بمقدار تي، طيب من تحت بيشدها لتحت مقدار الوزن بتاعها اللي هو الام سي في الجي. فهبص هنا هلاقي ان الكتلة سي او البلوك سي عليها من تحت مقدار الوزن بتاعها اللي هو الام سي في الجي، ومن فوق عليها مقدار الشد في الحبل اللي كان اسمه تي. طيب من هنا هقدر اقول والله ان السيجما الفورس بيساوي الام في الايه. سيجما الفورس عندنا اتجاه الكتلة بتاعة سي، برضو هفرض ان الاتجاه الموجب بتاع السي اللي تحت عادي هو مجرد فرض. تمام، احنا عارفين ان هو هيبقى لفوق، بس انا دلوقتي بقولك انا هفرض والله الاتجاه بتاع الحركة كله لتحت، الاتجاه الموجب لتحت. طلع معايا القيمة بتاعة الاكسليريشن فيما بعد موجب، معناها ان هي في اتجاه اللي انا فرضه، طلعت في السالب يعني انا هي عكس اتجاه اللي انا فرضه. فاقول دلوقتي والله ان عندي ده اتجاه الحركة، فاقول والله دلوقتي ان محصلة القوة عبارة عن ام سي في الجي ناقص التي، كل ده ده محصلة القوة بيساوي الفوق الكتلة اللي هي اسمها الام سي في الاكسلريشن بتاع سي. الام سي عندي قيمتها ب5، الجي ب9.8، الام سي هنا برضو قيمتها ب5. من هنا اقدر اطلع قيمة الاي سي، هتطلع معانا الاي سي عبارة عن كام؟ عن 9.8 ناقص 2.0 تي. بقول له المعادلة دي معادلة رقم 4. طيب نفس الكلام هقول له بالنسبة للكتلة أو للبولي دي. نرجع للبولي دي كده، هلاقي إن البولي دي عبارة عليها إيه؟ عليها شد في المقدار ده، عليها شد من هنا وشد من هنا، فبالتالي إن هي هيكون عليها لو أنا حللت من ناحية البي دي، فهلاقي برضو هنا في مقدار شد وهنا في مقدار شد بنفس المقدار. طب الاتنين دول بيشدوا البول لتحت، ده معناها ان الجزء المركزي ده هيكون عليه ضعف مقدار الشد اللي هنا ده، يعني هلاقي ان في هنا شد قدره 2 تي لفوق. طب لو انا قطعت من الناحية التانية عشان احللها بالنسبة لايه، هلاقي ان برضو في هنا شد في الناحية دي قدره 2 تي. طيب ده معناها ان انا هنا عندي عند البولي دي كانت هي مشدودة لتحت من هنا بمقدار تي، ومشدودة لتحت من هنا برضو بمقدار تي، يبقى المحصلة اللي عليها هي محصلة شد في الاتجاه ده بمقدار 2 تي. ارجع للنقطة للبلوك رقم ايه، ابص على البلوك رقم ايه، هلاقي البلوك رقم ايه كانت بتتشد في الحبل ده في الاتجاه ده بمقدار 2 تي، يعني بتتشد من هنا كده بمقدار 2 تي، وهي اصلا كان لها وزن قدره ده ام بتاعت الاي في الجي، فلان ان هي بيأثر عليها لأسفل، بيأثر عليها وزنها اللي هو كان قدره ام اي اللي كانت ب10 في الجي. طيب وفوق بتتشد مقدار 2 تي، يبقى سيجما فورس بيساوي الام في الاي. فاقول والله برضو نفس الكلام، الاتجاه ده هو الموجب، طلع معايا موجب معناه ان هو في نفس الاتجاه اللي انا فرضه صح، طلعت معايا الاكسلريشن بالسالب معناه الاتجاه اللي انا فرضه غلط او عكس الاتجاه، الاتجاه اللي انا فرضه هيكون في عكس الاتجاه. فاقول دلوقتي والله ان عندك الام محصله القوه اللي هي عباره عن ام اي في الجي اللي هي 9.8 ناقص 2 تي، كل ده محصله القوه بيساوي الام الكتله بتاعت ايه في الاكسلريشن بتاعت ايه. الام بتاعت الايه عارفين ان هي ب10، الام هنا ب10، من هنا اقدر اطلع قيمه الاكسلريشن بتاعت ايه، هتطلع معانا ب9.8 ناقص
2/10 تي. طيب يبقى دي المعادلة رقم هكون نمشي من آخر معادلة 4، يبقى دي المعادلة رقم 5. دلوقتي أنا طلعت قيمة للإيه بتاعت الإيه من المعادلة دي، طلعت قيمة للإيه بتاعت السي من المعادلة دي، وكان عندي قيمة الإيه بي كانت معروفة، وأنا كنت في الأول لو تفتكروا المعادلة رقم ممكن سميناها المعادلة اللي هي دي. المعادلة دي بتربط التلاتة اكسليشن ببعض، وانا كنت مطلع الاكسليشن بتاعت بي كان عندي مقدار معلوم اللي هو كان تقريبا 1.5، تمام، والاكسليشن بتاعت سي احنا كنا مطلعينها بدالة التنشن، والاكسليشن بتاعت ايه برضو مطلعينها بدالة التنشن، فنعوض في المعادلة دي بقيمة الاي بي والاي ايه والاي سي التلاتة. هنلاقي المجهول الوحيد اللي فيها هو مقدار التنشن في الحبل، فكانت المعادلة بتاعتنا كانت بتساوي ايه؟ المعادلة الأساسية كانت الـ AB زائد الـ AC زائد 2A بتاعة الـ A، كل ده كان بيساوي 0. شيل الـ AB وحط قيمتها، هي كانت قيمتها 1.5، الـ AC كانت قيمتها 9.8 ناقص 2 تي، الـ AA بتساوي أو زائد 2 في قيمة الـ AA، الـ AA كانت قيمتها بكام؟ 9.8 ناقص 2 تي برضو، كل ده بيساوي 0. هلاقي المجهول الوحيد هنا هو قيمة التي، فطلع من هنا قيمة التي هتطلع 51.5 نيوتن. طيب هو التي ده كان مقدار ايه؟ كان مقدار الشد اللي موجود هنا، كان مقدار الشد اللي موجود هنا وبقى نفسه مقدار الشد الموجود هنا. طيب هو هنا عايز يطلع الشد المطلوب اللي كان احنا بنطلعه، عايز يطلع قيمة الفورس بيه الأول، فأنا كان عندي المعادلة رقم 3 المعادلة دي هي رقم 3 عبارة عن معادلة في البي والتي. أنا هنا طلعت قيمة التي ب55، هطلع أنا أو 55.5، فهطلع أنا من هنا من خلال المعادلة دي قيمة البي، البي هتساوي 41 سالب 41 زائد قيمة التي. احنا كنا مطلعين هنا قيمة البي ب51.5، وقيمة البي نعوض في المعادلة تبقى البي ناقص 51.5 بيساوي ناقص 41.5. نودي دي الناحية التانية بعكس الإشارة، يعني البي هتساوي معانا 10 نيوتن، يبقى كده أنا طلعت قيمة البي. طيب هو كان عايز الإيه؟ عايز الشد في الجزء بتاع إيه دي. نبص على الجزء بتاع إيه دي ده او في الكورد اللي كان اسمه اي دي، من ايه لدي اللي هو الحبل ده، هو الشد اللي كان موجود هنا كان مقداره ايه؟ كان مقداره 2 تي، يعني مقدار الشد اللي هنا اللي في الحبل هيكون 2 تي، يعني هيساوي 2 في قيمة التي اللي هي كانت ب51.5، يعني هيساوي ب103 نيوتن. يبقى انا كده طلعت المطلوب في المسألة.